السلام عليكم. اولا كنعتذر على التاخير. هنا اللي كيقدر انه من من من, من الحجر يخرج العجب، من الفن من كيخرج. كاين واحد مجهد في الماتش، ما نقدرش انا نلوم واحد ما قدرش انه يجيب حسن جدا ولا ما يجيبش بحال بحال صحابه. يقدر هذاك يقدر، ماشي كنقول لكم خص اعاده التوجيه المدرسي. كنظن مبكر، كنظن ملي كنا في مشاورات اكدت عليها جدا، التوجيه المدرسي المبكر. ديك التلميذ في التاسعه اذا شاف راسو انه ما قدرش انه يكمل الثانوي نشدوه نواكبوه. شنو المشكل؟ فين كتقدر تعطي؟ في النجاره مزيان، اليمينيو مزيان، في الرسم مزيان، نواكبوا ديك التلميذ مع لانابيك طبعا. هادشي كامل شوف تضافر جهود، حيت كنلقاو القطاعات متكامله مترابطه بيناتهم، وكل واحد المشكل كيخدم بوحدو. دابا مثلا التعليم العالي سواء من مشاورات ريجيونال جهويه، التعليم الاولي كيعمل مشاورات باش نخرجوا في التوصيات، وهادشي كامل خصو يكون عنده علاقه عاوتاني مع الصناعه، باش يكون ان ديك التلميذ ملي يخرج انا فوالا انا جيت انا الاول كدا، من بعد خصني نلقى سوق الشغل. يعني شوف هو الكلام كاين بزاف ما يتقال، والله ملي شفتكم فرحت بزاف، وكنتمنى يكونوا عند حسن الظن ديالكم، وشكرا جزيلا.